بسم الله. تمارين حول درس الدالة الخطية والتناسبية لمستوى السنة الثانية إعدادي. لتكن F دالة خطية بحيث 4 F لX ناقص 7 X تساوي F لX زائد X. أحسب معامل F. ثانيا أحسب F لثلاثة أو أحسب واحد على F لثلاثة ناقص 2. يلا انقل المعلومات التالية في دفترك ثم أنجز التمرين. كالعادة أوقف تشغيل الفيديو، دائما ألح على ذلك. ما خصكش تشوف الجواب مباشرة، بل يجب عليك أن تقوم أولا بمجهودك الخاص للحصول على النتائج، عاد بعد ذلك نناقش الحل معا. متفقين؟ يلا سأنتظر كالعادة. يلا لنحسب معامل F. عندنا 4 F لX ناقص 7 X تساوي F لX زائد X، يعني ماذا؟ مزيان، غادي نعزلو العناصر التي تحتوي على الكتابة F لX وحدها والعناصر التي تحتوي على X وحدها. يلا سننقل F لX من الطرف الثاني إلى الطرف الأول، تصير الكتابة على هذا النحو. 4 F لX ناقص ماذا؟ صحيح ناقص F لX، وفي آن واحد ننقل ناقص 7 X من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، وعند انتقال حد من طرف لآخر كما هو معلوم صحيح تتغير الإشارة التي تسبق. وماذا سنكتب في الطرف الثاني؟ صحيح تساوي 7 X زائد X أو X زائد 7 X بحال حال. يلا 4 F لX ناقص F لX تساوي ماذا؟ متفقين؟ نقدر نعمل هنا بF لX بحال عندنا 4 F لX ناقص 1 F لX. متفقين؟ يلا 4 F لX ناقص 1 F لX تساوي ماذا؟ راح تساوي 3 F لX. بحال عندنا هنا 1، يمكننا كاع نكتبو باش نشوفوها. و 4 ناقص 1 هي العدد 3، و F لX كعامل مشترك. و 7 X زائد X تساوي ماذا؟ صحيح تساوي 8 X. بحال عندنا تاني هنايا 1 X، 7 X زائد 1 X أي 8 X، X كعامل مشترك. واضح؟ نواصل. يعني F X تساوي ماذا؟ صحيح تساوي 8 على 3 X. يلا إذن ما هو معامل F؟ صحيح إذن معامل F هو العدد 8 على 3. متفقين؟ نواصل. يلا الآن سنحسب 1 على F لي 3 ناقص F لي 2 أو ناقص 2. أعيد، F 1 على F لي 3 ناقص 2، نكتبها هي 1 على F لي 3 ناقص 2 يساوي 1 على، ثم ننظر فوق. شوف لاحظ جيدا، هنا راه خليتها مكتوبة ديال الإجابة على السؤال السابق. F لي X تساوي 8 على 3 X، إذن F لي 3 تساوي ماذا؟ صحيح تساوي 8 على 3 في 3، أي غادي نكتبوها 8 على 3 في 3 عاد ناقص 2. مزيان، يلا ما هو الشيء الذي قمنا به هنا في هذا السطر الأول؟ صحيح فقط عوضنا F لي 3 بقيمتها، ها هي F لي 3 تساوي 8 على 3 في 3. هناك اختزال واضح في هذه الكتابة، ترى ما هو؟ نعم هو العدد 3، نختزل ب 3 شتيها؟ ثم نواصل. يساوي 1 على ماذا؟ صحيح 1 على 8 ناقص 2 يساوي كم؟ فعلا يساوي 1 على 6. وهكذا انتهينا من إنجاز هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.